انا زهقت. في ايه يا عم؟ ولا عارفه امثل ولا عارفه ابقى موديل ولا عارفه اتزفت وصرفت قد كده. قلت لك بطلي سبونسر وروح عند المخرج فادي نور. مين فادي نور؟ فادي نور ده اشهر واحد في اسكندريه، بيعمل كل حاجه تتخيلها، ورش تمثيل، اخراج، اي حاجه. يا سلام. والله العظيم انا هيخليني اي حاجه تتخيلها في الدنيا. طب ما توديني يا عم. يلا بينا. تعالوا سريعا بقى اعرفكم على استوديو القصر. وزي ما انت سمعت بالظبط كده، في كميه حاجات لا تتخيل. تعالوا بقى نبدا واحده واحده. بيعمل ورش تمثيل للكبار والاطفال، ولو انت ليك في الرقص فعنده كل الرقص اللي تتخيله، من هيب هوب لصلصه، كل حاجه تتخيل. وما ننساش برده ان عنده ورش طنجة. اما لو انت بقى مالكش في الرقص وليك في التصوير والجو ده، فعايز اقول لك كل حاجه تتخيلها هتلاقيها في المكان ده. ولو انت ميك اب ارتست وعايزه تصوري شغلك بجوده عاليه قوي، فالمكان ده هيطلع لك شغل 10 على 10. اما بالنسبه بقى للريد روم اللي هي الاوضه الحمراء زي ما بيقولوا، الاوضه دي يا جماعه ممكن تروح تذاكر فيها، هتعمل ميتنج فيها، يعتبر ورك سبيس كده. ولو انت من الناس اللي بتصور زي بالموبايل وعايز تشهر وتبقى بلوجر، فالمكان ده برده بيدي ورش في الحاجات، وكمان بيدي ورشه اخراج. والاهم من كل ده بقى، وبعد ما بتاخد ورشه التمثيل بتبقى متاح ان انت تاخد فرص كتير قوي من تحت طبعا ايد فادي نور. يعني عندك مثلا اخر طلاب كان لهم دور كبير في الاختيار 2 والاختيار 3 وتحت الوصايه، والاب الروحي واعمال كتير 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 لا تتخيل. فكرتني خلصت ولا ايه؟ ده لو انت كمان ليك في الموديل والفاشن والجو ده والاعلانات والبراندات، وتترشح لكليبات كبيره قوي بشكل عالمي، فالمكان ده برده هتلاقي فيه كل اللي انت عايزه. ومش بس كده يا عزيزي، ده انت كمان ممكن تعمل عيد ميلادك او فرحك هناك، وكمان متاح انت تاجر قاعات هناك، وممكن تاجر معدات تصوير. واي حد هيقول انا من جمهوريه خالد فين، هياخد خصم جامد قوي. نخش بقى على اهم حاجه، العنوان بتاعهم فين؟ ده شارع صلاح سالم، هتلاقي جنبه اسم العطارين. خش الشارع بقى اللي في وش اسم العطارين على طول، هتلاقي بنك مصر. ادي ظهرك لبنك مصر هتلاقي مكتبه، هو البيت اللي جنب المكتبه على طول. الدور الاخير، وما تنساش يا عزيزي تقول لهم انا جاي من جمهوريه خالد فين.